مجلة ذا نيويوركر الأمريكية تهتم بتقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا، وتكتب بقلم إيمي ديفيدسون عن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها النظام السوري بحق الأطفال. الكاتبة تعتبر أن سبب استهداف الأطفال من قبل المستبدين هو لزرع مشاعر العار والأذى في قلوب الأهل الذين سيحسون بعقدة الذنب طيلة حياتهم لأنهم لم يستطيعوا إنقاذ أطفالهم من موطن بغيض. المستبدون يقتطون من مذلة الناس وإهانتهم، لكنهم يسقطون يوم يعجزون عن خرق مناعة الكرامة عند الشعب، كما تقول طبعا الكاتبة في المجلة. الثورة التونسية بدأت بمحمد البوعزيزي الذي أضرم النار بنفسه، لكن أبطال الثورة السورية هم الأطفال الذين رسموا على حائط سجنهم السوري حلما مختلفا عن أحلام النظام، وفق الكاتبة.